المهن اللي بالعالم يعني وين ما كان حتى بالعالم بتصير هيك هول القصص. التعديات موجودة دائما، التعديات من ضمن الملك الطبي يعني من بعض الزملاء الأطباء اللي منا شغلتهم، ومن برات الدومين الناس كان دخل على الدومين الطبي يلي ما عندهم أي خبرة طبية كمان عم بيصير عندنا شوية مشاكل. الأشياء ما بتبلش تخلص مع البوتوكس والفيلرز، حتى في عنا عم نشوف عمليات جراحية معمولة من قبل أطباء متعاقدين مع النقابة ولكن بتخصيصات مختلفة جدا بعيدة كل البعد عن موضوع التجميل. ما بعرف شو اللي عمال بيصير، بس يمكن الوضع البلد هلا ما بيسمح انه تنحصر الاشياء او تنضبطب اكثر من هيك، مع انه محاولات عديده صارت من قبل النقابه ومن قبل اطباء ومن قبل ودعاوى كثيره اقيمت، ولكن كلها للاسف ما وصلت رابح للنتيجه. مكانك يعني. اذا بدك روح مكانك، وبعدنا عمال بنشوف عم نشوف نتائج لعمليات مرعبة صراحة، مش بس مش ناجحة، مرعبة أوقات، توصل لحد إنه حتى إعادة ترميمها عم تاخد وقت كتير وعمال بتكلف مصاري كتير وعمال أوقات ما بتوصل لها النتائج اللي لازم توصل لها، يعني بتوصل لنتيجة 100%، يعني بتوقتها بدك تصلحي بتعرفي أوقات فيك تصلحيها أوقات ما فيك تصلحي، فيك تصلحي 70% بس إنه الدمج اللي صار رح يضلوا مبين مساره على الشخص. لا بصراحة الاثنين ما تشوهوا صوته بهذا المجال. اللي بتشوهوا صوته هن الأطباء اللي عاملوا هدول الأعمال، يعني هن عدد منه كثير كبير إنما موجودين. واليوم على المريض إنه يكون واعي، يعرف وين عم يتوجه، يسأل، مش عارف إذا سألوا الطبيب أنت وين متخصص، أنت شو عامل، شو اختصاصك، قبل ما يفوت بمتاهة السعر إنه والله هيدا الطبيب أرخص من هيدا الطبيب وهيدا أعطاني أرخص وهيدا هون أوفر وهون بدي شو اسمه. يمكن الحالة الاقتصادية كمان اللي بالبلد أثرت وجبرت بعض الناس إنه ينقوا العملية الأرخص، مع إنه دايما 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 بنقول للعالم إنه good surgery is never expensive. هلا الحل هو من ضمن الباكج كله، يعني حل كل المشاكل في البلد. اليوم بدك محاسبة، بدك قضاء، بدك دولة، وهذا الشيء للأسف نحن هلا عم نفتقد له بهذه الفترة. أكيد معالجته كثير سهل، منه صعب كثير سهل، منه يعني عدد المستشفيات معروف يلي بينعمل فيها عمليات، منا كثير صعبة انك تعملي كنترول عليها مين الاطباء اللي عم يشتغلوا فيها وشو عم يشتغلوا. مجرد تعميم بسيط على المستشفيات انه ممنوع اي طبيب يزاول اي عملية او ينجز اي عملية خارج اختصاصه تحت طائلة ملاحقة المستشفى العمومية، انا بعتقد هي بتوقف 24 ساعة، ما بدها قرار يعني، ما بدها حتى، ما بدها اكثر من هالقد. نعم سو منا هالقد شغله صعبه. بالنسبه للاطباء يلي عم يخمشوا من برات المهنه او من برات البلد من دون تراخيص، كمان ترجع تنزل تحت ضمن الخانه، ضمن خانه الملحه او المحاسبه. بالنتيجه نحن ما فينا نروح نشتغل بغير بلدان الا اذا كنا اخذنا كل اوراقنا اللازمه، فليش غيرنا بده يجي يشتغل عنا من دون اي تراخيص ومن دون اي مساءله؟ نعم ما بدنا نحدد هلا الجنسيات لانه يمكن في اكثر من جنسيه عم تشتغل عم يمارسوا على الاراضي اللبنانيه ومن دون تراخيص. وش عم بقول لك انه هيدي كله بيرجع بينحط حد باطار واحد، دولة. الدوله والمحاسبه والقضاء والقانون. نعم دكتور رمح، شكرا لك على امل انه هذا القطاع مثله مثل اي قطاع اللي هو كمان قطاع سياحي، يعني السياحه التجميليه اليوم مقصد ليجوا السواح، يعني مفروض يتعالج هذا الموضوع على امل انه يتعالج كل هالمشاكل والتركات اللي عندنا. ثانك يو دكتور رمح. نعم.